مرحبا برج الثور، أهلا فيكم في القراءة العامة. هاي القراءة رح تنطبق على الطالع والشمسي وأيضا القمري. برج الثور بشكل عام أنت داخل طاقة جدا مسالمة، طاقة القندس، قندس الماء، عنصر مائي، ورح تخرج من شهر بطاقة البانثر أو الفهد الأسود، طاقة نارية وطاقة عنيفة. أحس أن نوعا ما أنت هني تحرص أن تكون دبلوماسي في أشخاص معينين، تعلم أن نيتهم غير صافية تجاهك، تجاه الشريك، تجاه أحلامك وطموحاتك، ولكن صار لك فترة، لأن يمكن ما تريد أن تكون وحيد، ما تريد أن تخسرهم، صار لك فترة تحاول أن تكون دبلوماسي، محايد، مسالم. هذول الأشخاص أشوفهم ممكن يكونوا قريبين منك، الإخوة، اللي في طاقة نوع من التنافس، أوكي؟ بعض أخوتك، زين، أبناء عم، أبناء يعني أبناء خالة، معارف وأصدقاء قديمين، لأن هني أنت خلال هذا الشهر التحدي اللي أمامك، لأن أنت أصلاً مقبل على حياة أكثر استقلالية وجداً ناجحة، ولكن التحدي خلال شهر إن ما تسمح لكلام هؤلاء الأشخاص، طاقتهم، أفكارهم، تأثيرهم، ردة فعلهم لأحلامك، كلامهم عنك أن يؤثر عنك خلال هذا الشهر. لا تنسى أن هني بتطلع بطاقة نوعا ما داخل مرتاح، وطالع بطاقة نوعا ما فيها مواجهة أو صدمة أو استغراب. هني هذه أكثر من طاقة العنف، هي طاقة استغرابك، أوكي؟ لما أشوف القندس أحس هني أنه مو أنت ما تعرف برج الثور، أنت اخترت أن لا تريد أن تواجه هذه الحقيقة عنهم، أنه يمكن أنت داخل مكان العمل، لأن هني نتكلم عن البيت. لما تشوف القندس هو بيت، البيت الصغير داخل مكان العمل، داخل الصف الدراسي، داخل الأسرة الصغيرة، البيت، الأهل. إنزين، مو كل الأشخاص الموجودين على قلب واحد وقلبهم صافي. هذه هي الحقيقة المرة اللي راح تضطر تواجهها في الشهر القادم. بعدين ننتقل إلى من التارو، نشوف الأحداث الأسبوعية، الأسبوع الثاني، الثالث والرابع إلى نهاية الشهر. طبعا طاقة التوقيت ما لنا في التارو، ولكن احنا مجرد نأخذ فكرة أو احتمالات. شنو احتمال يصير لك برج الثور؟ 9 السيوف مع كرت العربة، وهو كرت برج السرطان. محتاج ان تتواصل مع نفسك اكثر، اوكي، خصوصا بخصوص الرؤية اللي تراها في الاحلام، في الاحلام برج الثور. لا تستيقظ من النوم في الفترة القادمة، لان راح يكون في علامات، راح يكون في دلالات، خصوصا في احلامك. زين، مثلا اذا حلمت بطائرة او اذا حلمت بقارب، استيقظ من النوم وروح ابحث عن المعنى في مثلا جوجل، أن كأنما هني محاولتك أن تخفي أو تغمض عينيك عن الحقيقة. أيضا برج الثور يمكن بعضكم مريتوا بمرحلة خانكم فيها الشريك أو كذب عليكم في السابق، أوكي، إن وعدت بشيء ولم تحصلوا عليه. هذه حقيقة، حقيقة حدثت في الماضي، ولكن هذه الحقيقة محتاجين تتأكدون خلال شهر إن هي لا ترسم خطتكم وطريقكم إلى المستقبل. يعني مو فقط لأن خانكم هذا الشخص أو كذب عليكم قبل شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، معناته راح يكرر هذا الشيء، ومعناته أنت أيضا يظل عندك نوع من الخوف، نوع من التردد، تنتظر الشخص حتى لو ما كان حرامي. إذا ظل المجتمع يقول له أنت حرامي، إذا ظلوا الناس يقولوا لي أنت حرامي، على الأغلب يوم من الأيام راح أصير حرامي. عرفت قصدي؟ هذه طاقة أول أسبوع، محتاج أن تثق بنفسك أكثر وتتواصل مع أحلامك. أول ما تستيقظ من النوم، قبل ما تسوي أي شيء، قبل ما تنشغل بأي شيء، بس تركز على ماذا حلمت أنا في الليلة السابقة. هذا جدا ضروري، راح يكون في دلالات إرشاد. شوف عندك العربة اتجاه معين، راح يكون في إرشاد، خصوصا إذا كنت أنت تفكر هل أرجع إلى الشريك وما أرجع معه، أعطيه فرصة ثانية أو لا، أسامحه أو لا.
نتزوج مرة ثانية، هنا عندك رجوع إلى شيء قديم، أوكي؟ رجوع إلى شيء يمكن أنت أبعدت عن تفكيرك، مو شرط شريك، ممكن يكون فرصة عمل، مكان عمل، دراسة معينة، مشروع معين، أوكي؟ فهني محتاج تزور هذا الاحتمال، هذا الشخص مرة ثانية، تعطيه فرصة ثانية، ولكن الفرصة لازم تكون فيها محايدة، لازم تحكم على تصرفاته بدل ما تحكم على كلام الناس عنه، مو فقط لأنه خطأ في الماضي معناته رح يخطأ معك مرة ثانية، خصوصا أن هني عندك طاقة الأشخاص المحيطين اللي قلت لك نوعا ما لا يتمنون لك الخير ويريدون أن يؤثرون عليك، ينهون الشيء اللي عندك قبل أن يبتدي حتى، أوكي؟ يجهضونه قبل أن ينولد. هذين الأشخاص لا يسمح لكلامهم يؤثر على قراراتك. ضروري جدا عندك ملكة السيوف. شنو نقول إحنا دائما عن ملكة السيوف؟ هي الملكة اللي تستطيع إذا الحقيقة لها رائحة، فهذه هي الملكة اللي تستطيع أن تشمها، أوكي؟ لأنها ملكة تهتم فقط بالحقيقة، ما تهتم في المجاملات نوعا ما. هذا أيضا خلال الأسبوع الثاني، هذا تأكيد من التارو، لأنك برج الثور لازم تطلع. لو شفت ملك السيوف بقول لك جامل، بقول لك خليك دبلوماسي. البرج اللي سبقك وهو برج الحوت في القراءة، كان المطلوب منه أن يظل يحافظ على الدبلوماسية والتوازن، وجميع الأطراف لازم يكونون راضيين، بس هذا الاختيار ما راح يكون موجود أو فعال لحياتك، راح يضرك. محتاج أن موقفك يكون واضح، لأن عندك فرصة قادمة في طريقك، فرصة مرة في العمر، فرصة نوعيتها ما راح تتكرر مرة ثانية لو رفضتها. لا تفكر أنه فقط لأن أتتك اليوم أو تأتيك خلال الفترة القادمة راح تستطيع تكررها. إذا رفضت مثلا عرض هذا المكان راح يأتيني عرض ثاني، أو إذا رفضت هذا الشخص اللي لما أشوف طاقتي هني الغصن الأول، أنت عندك شخص أو شيء ترغب فيه بشدة ولكن تخاف من كلام الناس، هذول الأشخاص المحيطين فيك، تخاف من كلامهم، تخاف من ردة فعلهم، أوكي؟ محتاج أنت أن يكون قرارك واضح، تكون أنت سيد قرارك. سهل نحن ناخذ قرار، ولكن شوف لاحظ الحياة بشكل عام، دائما الشخص، لأن الإنسان كائن اجتماعي، الشخص يحس أنه واجب عليه أن يبرر قراراته وتصرفاته للآخرين. طاقة ثاني أسبوع تقول لك لا، محتاج أن تقول راح أسوي 1 2 3 وهذا كل الموجود. وأيضا هذه طاقة أن تأخذ مخاطرة مرة ثانية. برج الثور، أنت من الأبراج اللي يحبون التوازن والترتيب، ولكن أوقات التنظيم الزائد عن الحد، الحساب الزائد عن الحد، ينتهي بنا المطاف ان احنا ما يكون عندنا اي شيء جديد في الحياة. هذه طاقة التجدد، هذه طاقة تجديد شيء معين. اذا ما نأخذ، هذا قانون حتى في التجارة، اذا ما نأخذ مخاطرة ما راح يكون في ربح. كل ربح، كل مشروع يضم نوع من المخاطرة. فهني انت كأنه صايدنك قلق في النصف الاول شهر مايو، عندك قلق من المجهول، عندك قلق من أن شخص يريد يغلط في حقك، أو عندك قلق من أن تبتعد عن المكان المتعود عليه، منطقة الراحة، عندك قلق أيضا من التغيير، من التجديد. ولو أنك تعرف بالضبط، لما أشوف ملكة أنت تعرف بالضبط ما الذي يجب عليك أن تفعله، ولكن هذا لا يزيل مخاوفك برج الثور، أوكي؟ محتاج أن تواجه هذه الحقيقة، إن الفرصة القادمة في طريقك مو من النوع اللي تتكرر كثيرا، ممكن تأتيك مرة أخرى بعد 3 سنوات، سنة، راح تأخذ وقت طويل عشان ترد تأخذ لفة دائرة وترجع لك مرة ثانية. ممكن يكون شخص، إذا هذا ينطبق على جانبك العاطفي، في الأسبوع الثالث برج الثور عندكم فارس الأكواب، هذا الكرت يقول لي خذ في مثل انجليزي يقول لك from the horse's mouth، خذ الكلام من فم الحصان. بما معناه
أحس إنه في راح يكون في وعد يعطالك خلال 3 أسبوع، يمكن وعد أنت نوعا ما صعب تصدقه، لأن هذا الطرف، هذا الجهة، هذا الشخص خان ثقتك في الماضي، أو كسر فيك في الماضي، أو خيب ظنك في الماضي. ولكن راح يكون وعد هذه المرة وعد تستطيع أن تعتمد عليه، تستطيع أن تستثمر فيه خلال 3 أسبوع. أوكي، ولكن هذا الشخص أو هذه الجهة إذا حسوا بطاقة شك من تجاهك، للأمانة إذا حسوا بطاقة شك من تجاهك وعدم ثقة، ما أحس أن النتائج راح تكون جميلة، ما راح أن أنت راح تستطيع تحصل على ما تتمناه. ما تتمناه برج الثور مربوط بأنك ساعات ساعات في حياتنا إحنا نركب في عربة ما نعرف هاي العربة وين راح تتوجه، نأمل نتمنى أنها راح توصلنا مثلا إلى مدينة معينة، ولكن ما في ضمان، الضامن هو الله سبحانه وتعالى. إذا ما أخذت مخاطرة وصدقت كلامه، يعني لما شخص يقول لك، نرجع لمثال الحرامي، لما شخص يقول لك أنا لم أسرق، ضروري جدا أن تصدق على أول كلمة، خذ أول كلمة، خذ أول ردة فعل من هذا الشخص وصدقها. إذا أظهر لك أنه هو لا يحب الالتزام، صدق هذه ردة الفعل، لا تشكك في نفسك. مهما كان الحدث خلال هذا الشهر، محتاج أن تثق في أول ردة فعل تراها منه. إذا رأيت ردة فعل فيها اهتمام، فيها صدق، فيها إنكار، أنا لم أخن، أنا لم أقول، أنا لم أفعل، صدق ردة الفعل هذه. ولكن في نفس الوقت لا تنسى عندك طاقة عنيفة، في نفس الوقت محتاج أن ما تكون جدا ساذج مع الأشخاص اللي دائما يكون لهم رأي واضح بخصوص حياتك، أو عندهم طاقة تخويف يخوفونك من حياتك. أحسيني عندي بعد أتكلم عن برج ثور، صار لفترة يكرر نفس الروتين، وإن كان روتين جميل ترى ومتوجه إلى مكان جميل في حياتك، ولكن كأنما المستقبل صار جدا واضح لدرجة مملة. محتاج تأخذ نوع من طاقة التجديد هنا، زين؟ إن كان فيها انتقال إلى مكان ثاني، إن كان فيها فرصة عمل جديدة، إن كان فيها تنهي، تترك، يمكن حتى تضطر أن تترك مكان وتنتقل إلى مكان جديد فيه فرصة جديدة. رابع أسبوع برج الثور، عندك 4 السيوف مع 4 الخماسيات. لما أشوف 4 السيوف كأنما هذا الكرت يقول لي خلال رابع أسبوع محتاج أن تكون أقل اجتماعيا، أقل اجتماعي في الفترة القادمة، يعني قلل احتكاكك بالآخرين. لما أشوف كرت الأربعة، هذا كرت الأسرة الصغيرة، هذا كرت أيضا الخصوصية، حياتك الخاصة تعلم، أو حتى لو أنت كنت تمارس هذا الشيء، في أشخاص معينين في حياتك ما يفهمون هذا الشيء، محتاج أن تكون أوضح معاهم. عندنا الطاقة العنيفة هنا، أوضح معاهم ردة فعلك، صوتك، ترفع صوتك، صوتك الهادئ برج الثور بالعادة ردة فعلك لازم تكون أوضح. المهم في رابع أسبوع ننتظر حدث، وهو أن أنت نوعا ما، أنا أحس أنه بيكون في نوع من التأخير وراء هذا الكرت في 4 الخماسيات، في نوع من التأخير، مثلا تتصل في الشريك، أو تتواصل مع الشركة، تتواصل مع الجهة اللي وعدتك بشيء ويتأخرون في إعطائك الرد. التأخر، التأخير ما يعني ان الشيء ما راح ياتيك، لان هني في طاقه التزام، في طاقه وعد، في طاقه الصفقه تامه، الصفقه خلاص اغلقناها، ولكن لحد ما يتحقق الشيء، الزواج نفسه، العمل اللي تحلم فيه، الانتقال الى سكن ثاني، الحياه المستقله هني، اوكي، لحد ما يتحقق يبي له صبر. شوف هني نشوف عقارب الساعة، يبي له صبر
الموافقة بالكلام شيء، وتحقق الشيء، تحقق الحياة اللي تحلم فيها يبي لها وقت. زين، هذا الكرت يقول لك برج الثور: لا تصدق كلام المحيطين فيك لما يشجعونك أن تبقى في المكان القديم، أو لما يشجعونك هني عندهم طاقة يشجعونك على أنك ما تنمو كشخص. إذا ما في مخاطر ما في نجاح، وأيضا ما في فشل وما في خبرة. حتى الفشل وإن كان ما يفيدنا ولكن يعطينا خبرة. هذا اللي يحاولون أن يمنعونك عنه، أن أنت تكبر وتصير أفضل منهم. في الأسبوع الرابع محتاج أن تنعزل شوي، تكون متستر على حياتك الخاصة شوي، قلل اتصالاتك خلال رابع أسبوع، قلل التفاصيل اللي تعطيها الآخرين عن حياتك وإن كانوا أصدقائك، قلل التواصل معاهم بشكل خاص. يعني استعمل الإنترنت، استعمل التصفح، ولكن لا تتكلم طاقة الكلام هني، لا تعطي جواب واضح أيضا، لا تعطي جواب واضح لهذين الأشخاص. دائما كلمة إذا سألوك هل راح يتم الشيء، هل راح تتزوجون، إن شاء الله، متى، الله أعلم. دائما خلي هني أربط، ليش عندنا أربعة مربوطة بأربعة؟ أفضل جواب اللي تذكر فيها الله سبحانه وتعالى ولكن ما تعطي فيه تفاصيل. هل زوجك، أو هل أنت مرتاح في مكان عملك؟ الحمد لله. كم راتبك؟ كم تحصل على راتب؟ ما يكفيني والحمد لله، سواء كان راتبك 1000 أو 1,000,000 أو 10. هذه هي الطاقة اللي تصرح لك أن أنت برج الثور، مو مجبور أن تجامل، مو مجبور أن تعطي تفاصيل، ومو مجبور أن تجاوب الأسئلة بجواب حقيقي. تستطيع أن تجاوب بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى من دون أن تخسر، أو من دون حتى أن تكون فظ. ليش أقول فظ؟ لا تنسهني أن خلال بصير موقف خلال شهر مايو، يمكن بسببه راح تستفز، راح يعلى صوتك. نرجع للموقف اللي تكلمنا عنه، على الأغلب هو موقف من أشخاص مقربين منك. إنزين، أمامك يتمنون لك الخير، يتمنون أن تتزوج أو تحصل على العمل أو تترقى في حياتك، ولكن خلفك يعملون، يحيكون على أن مثلا يصعبون عليك الشيء، يذهبون إلى أهلك، يذهبون للأشخاص اللي عندهم السلطة، عندهم السلطة أن يساعدونك في هاي التغيير، ويقولون لا، برج الثور من الأفضل أنه ما يتزوج، برج الثور من الأفضل أنه ما يغير مكان العمل. أمامك وجه وخلفك وجه ثاني، هذا ما راح تكتشفه خلال شهر مايو، هذا ما راح تضطر تتعامل معه أيضا خلال شهر في فترة قصيرة. راح تتحول من طاقة العنف إلى طاقة أستطيع أني أعطي أجوبة من دون أن أفصح الكثير عن حياتي.